ففي باكستان أعلنت السلطات عن مقتل امرأة وطفلها وتعرض العشرات لإصابات متفاوتة جراء الفيضانات والسيول المفاجئة التي غمرت عددا من أحياء العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وأوضح مسؤول في الإدارة الحكومية لمدينة إسلام أباد أن مياه الفيضانات غمرت الطابق السفلي لأحد المنازل مما أدى إلى وفاة امرأة وطفلها غرقا، مضيفا أن حوادث أخرى أدت إلى تعرض العشرات لإصابات متفاوتة. وتسببت الفيضانات أيضا في انهيار أرضي كاد أن ينهي حياة 3 أشخاص، ولكن تم إنقاذهم وكتب الله لهم عمرا جديدا. وفي المكسيك تسببت الأمطار الغزيرة المفاجئة في فيضانات عارمة في نوغاليس ما أدى إلى ملء الشوارع بالمياه وتحويلها لسيول جارفة تأخذ معها الأخضر واليابس. وتظهر مقاطع الفيديو أمامكم قوة السيول التي تجرف مع السيارات كأنها أوراق أشجار. وضربت العاصفة المطيرة المدينة مصحوبة برياح شديدة ورعد وبرق، وانقطعت الكهرباء عن بعض أجزاء المدينة. وفي لبنان لقي شخص مصرعة وأصيب 20 آخرون إثر الحرائق التي تشهدها بلدة القبيات بمحافظة عكار شمال البلاد. وأكدت المديرية العامة لدفاع المدني اللبناني أن عناصرها تواصل العمل بمؤازرة من الجيش اللبناني وطوافات القوات الجوية للسيطرة على الحرائق التي تسببت في خسائر فادحة بالغابات. كانت قد اندلعت حرائق هائلة اليوم في غابات الصنوبر بإحدى مناطق مدينة القبيات وفي عدد من المزارع بقرية بينو بمحافظة عكار شمالي لبنان، وسرعان ما انتشرت النيران لتصل إلى